مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. سعيدة بلقائكم مجددا باش نتناقشوا على موضوع اللي كيهمنا جميع. أكيد أن هذه المرحلة اللي كندوزوا منها خلت فينا بصمة كبيرة بزاف، وكثير منا عاش لحظات اللي ما كانش سهلة. كوفيد 19 جاب معاه دروس كثيرة، من ضمنها أنه فقدنا ناس اللي عزاز علينا وما قدرناش حتى ناخذوا فيهم واجب العزاء، ومن ضمنها أنه الناس اللي تصابوا عاشوا لحظات الخوف من الموت، الخوف من الفقدان. هاد المشاعر والأحاسيس كونت عندنا أمور وغيرت عندنا مجموعة من الأفكار ومجموعة من النظريات اللي بغينا نعتبروها. لهذا الغرض اليوم كنصادف معايا ضيفاتي الكريمات باش نتناقشوا حول هذا الموضوع. حاضرة معنا ومشرفانة واللي هي من أهل الدار بطبيعة الحال وماشي ضيفة، لالا نزهة الخميري، أخصائية نفسانية. مرحبا بك لالا نزهة. بارك الله فيك لالا سكينة، وسعيدة بلقياكم مرة أخرى وشكرا. لا لا اختك توحشناك تكوني معنا، مرحبا بك. كذلك بعد فترة طويلة ما عندي لين. مرحبا مرحبا. حاضرة معنا أيضا لالا فاطمة الزهراء حليم، وهي فاعلة جمعوية ورئيسة هيئة حماية المال العام بالمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان. مرحبا بلالا فاطمة الزهراء، مشرفانة ومنورانا. لالا نزهة، مرحبا لالا سكينة، مرحبا الدكتورة نزهة، وكيشرفني نكون معكم في هذه الحلقة هذه. شكرا لك وشرفتينا انك تكوني حاضره معنا، مرحبا بك. لا لا يخطيك. بدايه غادي نمشي عند لالا نزهه. لالا نزهه ربما عشنا تجارب اللي ما كانتش سهله. المعنى ديال العزاء انه يجي تقدم لك شي حد بالعزاء عنده واحد الثقل كبير عند المغاربه اجتماعيا ونفسيا الى غير ذلك. مع كوفيد 19 عشنا بزاف ديال المشاعر اللي هي جديده علينا، من ضمنها انه فقدنا بعض الناس اللي يمكن عزاز علينا او لا كيدوروا دايرين بنا او لا سمعنا على قصصهم وحكاياتهم، الشيء اللي اثر فينا واللي طرح تساؤل على مفهوم الموت في المخيله ديالنا. لانه المبدا الايماني كيقول باللي الموت باجل ماشي بمرض، ولكن كوفيد خلى الناس انهم فعلا يحسوا الاحساس ديال الخوف من الموت. هنايا قدمت يا سكينة عدة مفاهيم نفسية اجتماعية دينية، وهذا الكوفيد فعلا جاب لنا ولقانا ودرنا وجها لوجه مع مفهوم الموت. عرف العالم بزاف ديال الفيروسات والوباء، ولكن تيظهر لي مع التناسي اللي تنعيشوه دائما اللي عطانا ربي والحمد لله عليه، جانا هذا الوباء اخطر ما يكون اللي انتشر ما بين الشعوب، واللي هو هلك البعض، توفى البعض، اضطرب نفسيا الاخرين. العالم باسره تآدى وعرف واحد المصيبه، عرف فتنه، عرف خطر الموت القريب، الفجأة، عرف الفاجعات. إذن هنايا كيف ما قلتي الناس ولفوا على أنهم كيف ما كانت الأحوال ديال المصائب كنا كنعزيو بعضياتنا، كان تنتعاطفوا بعضياتنا، كان واسيو بعضياتنا. لكن هذا الوباء للأسف فرق المجتمعات، ماشي المجتمعات، فرق الأهالي، ماشي غير الأهالي، فرق الأسر، فرق الأحبة، فرق الأقارب، فرق الإخوة. إذا تصور معايا على أن أقرب الناس كنشوفوهم ما بين يدينا تيضيعوا، ما يمكن لك لا تواسي لا تقرب ليه لا تعزي لا حاجة. إذا أخطر ما يمكن الحاجة اللي تصاب بها البشر والبشرية تظهر لي لحد الآن هي هذه المصيبة ديال هذا انتشار هذا الفيروس. مع هذا الفيروس اللي سكينا انتشر الحزن العميق، انتشر القلق، انتشر تفشات العدوى، الصدمات، وصدمات اللي هي متوالية من بعد تخلي صدمة ما بعد المصيبة أو من بعد الإصابة. هناك ناس اللي هما تصابوا بكآبة، وناس أخرين اللي تصابوا باكتئاب وما إلى ذلك. لاحظوا معايا على هنايا عدة مفاهيم، بحيث هاد موت الفجأة
بالتالي الخوف من الموت خلانا نعيش واحد الأفكار وسلوكات وسواسية. عندك أنا، عندك الآخر، ياكما ودنيا اللي تحرقوني من كوفيد، ياكما مصارني من كوفيد، ياكما أنا تصابيت، ياكما الآخر. إذن حنا عشنا واحد الاضطهاد، عشنا واحد تجنب بواحد طريقة مرضية. المعاش الآليم للسكينة اللي عشناه للأسف هو خلانا نخوضوا واحد المعركة مع الموت. وهادشي كله واش إنسان غادي في نظرك غادي يستسلم ويقول صافي وها أنا؟ إحنا نوعا ما الحمد لله على الإيمان أننا ماشي كنستسلموا، ولكن قدر الله ماشي فعل، ولكن هذا التقبل إحنا غادي نهضروا عليه من بعد وغادي نشوفوا كيفاش تيجيو الطرق ديال التقبل إن شاء الله. طبيعة الحال. ولا سمحتي لي غنتجع عند لالة فاطمة زهرة. لالة فاطمة زهرة كونكم فاعلة جمعوية وشغلتوا بشكل مباشر مع المواطنين من أجل التوعية إلى غير ذلك، وأيضا حتى يعني كانت عندكم علاقة مباشرة مع يعني بعض الحالات، ربما من جانب التوعية، من جانب المواكبة، من جانب يعني العمل الجمعوي. فبصفة عامة لهذا المصاب اللي صابنا يعني الأزيد من سنة، شنو هي قراءتك النظرة الاجتماعية اللي عايشينها المغاربة اليوم؟ بالفعل هذا العالم كله بأجمع كيعيش واحد الضغوطات بسبب هذا الكوفيد هذا، وأنا كمواطنة مغربية كنعيش جميع اللي كيعيشوا جميع المواطنين المغاربة. بالفعل إحنا كجمعويين وكحقوقيين كحقوقية كنكون مع الناس، درنا حملات تحسيسية عدة بزاف، وكنكونوا مواكبين الامر وكنكونوا انفاس مع الناس اللي كيكونوا مراد بهذا الكوفيد هذا، وكنحاولوا نوعيوا الناس، وكنحاولوا نكونوا كاملين مع نتواكبوا مع هذا المرض هذا. هذا المرض كان عنده ثلاثه الحوايج نقدروا نتغلبوا عليه، هو ان اول حاجه نديروا الكمامه ديالنا، ثاني حاجه التباعد الجسدي، ثالث حاجه هو النظافه. يعني الا درنا المواطن والسكينه دارت هاد ثلاثه الحوايج هادو، غادي بالتاكيد غنتغلبوا على هاد الوباء. غادي يعني نقلل مخاطر الاصابه. نعم، غادي نقللوا مخاطر الاصابه. اكزاكتومون، ما غاديش نقدروا كاع نحتاجوا اللقاح. يعني كنا تعايشنا مع هاد الوباء هكا، يعني حنايا درنا بزاف ديال الحملات التحسيسيه اللي كنوعيو الناس باش تكون غير هاد ثلاثه الامور. الا كانوا هاد ثلاثه الامور زائد زياده على ان الناس ملي كتصاب بهاد كتحس براسها مريضه، خاصها تلتجئ لاقرب مصحه، لاقرب طبيب ديالها، والطبيب ديالها هو اللي غادي يوعيها ويقول لها باش تمشي دير التحليله الا كان شك فيها عندها هذاك الاعراض ديال الكوفيد. وكون كان هاد الناس هادو، انا كنشوف الاغلبيه الناس اللي ماتوا الاغلبيه كيكون عندهم امراض مزمنه وما تيمشيوش العلاج، ما كياجلوش بالعلاج، يعني تيكون فيهم ديجا هذاك المرض وتيخافوا، عندهم تخوف من يمشيو يديروا التحليله ويقولوا لهم راه عندكم الكوفيد. يعني هاد التخوف هذا، واش ما كتشوفش لالة فاطمة زهرة باللي اجتماعيا تنامات واحد يعني واحد لا بغينا نقولوا واحد الظاهره ديال انه الرفض وعدم تقبل الاصابه بالفيروس، كانه عيب، كانه عار، لا انا مريض ما تقولهاش، ما توصلهاش، لا عندك، لا انا ما غنجلسش الدار، صافي ما بين عليا ولا غنخرج نخدم. يعني كانوا ناس اللي ما تقبلوش. بالفعل لالة سكينة، هذا الشيء اللي وقع، ان الناس ما متقبلاش ان كاين هذاك المرض، وما متقبل، ما كاين اللي تيقول لك مازال ما كاينش الكوفيد، ما كاينش هذا المرض، وكاين اللي متخوف ما تيقدرش بحال تيحشم يقول راه انا عندي الكوفيد ولا انا مريض، وتيخلي راه فيه الكوفيد، فعنده الفيروس، حامل الفيروس، وكيخرج كيشد، كيمشي في الطاكسيات، كيمشي في لي بوس، كيمشي في الخدمه ديال العمل، يعني كيكونتاكتي الناس بزاف، وهذا هو اللي كيخلي اللي خلى لنا هذا الكوفيد انتشر بواحد السرعه اللي لا حول ولا قوه الا بالله. هاد دابا حنا في واحد الحاله قلقه جدا، يعني حاله اللي خاصنا نزيدوا نوعيوا الناس ونزيدوا نعطيوهم نديروا معاهم حملات تحسيسيه باش يعرفوا الخطوره ديال هاد الكوفيد هذا. والناس اللي ماتوا هما الناس اللي كيتخوفوا، ما نمشيش انا، ما نقدر، انا شفت حالات بزاف كتكون مريضه المراه ناعسه
وعندها الحاله ديال الكوفيد يعني نعم كتخلي حتى كتخوف الفوت اكزاكتومون حتى كيفوت الفوت وكتوفى. انا شفت حالات وفيات زعما ما قدرناش نعزيو فيهم ما قدرناش نمشيو لعندهم ما قدرناش زعما سي مالوغ زعما هذا الشيء كيألم. وكننصح بالناس زعما الا قدروا يمشيو اون فوا يشوف عنده الاعراض واخا تكون بسيطه اعراض ديال البرد. دابا الناس بزاف تيقول لك كورونا راه ما كايناش راه كاين غير البرد رحنا غير الزكام رحنا غير هادي راه ماشي الكوفيد. حنا كنحاولوا نوعيو الناس ان كاين الكوفيد وكاين المرض وانا شفتهم وعشتهم وعشت مع الناس بزاف كان عندهم المرض وسورتو الناس اللي عندهم الامراض مزمنه وما اجلوش بالشفاء ديالهم انفاق ما اجلوش باش يمشيو عند الطبيب ويواكبوا المرض ديالهم وياخذوا العلاج ديالهم الكافي. هذوك الاكثر يتوفوا يعني مالوغوزمون هذا الشيء اللي كيخوف وكنحاولوا الناس توعى ونحاولوا نزيدوا نوعيهم. هذا المجتمع المدني يزيد يشارك بجانب السلطات والأطقم الطبية واللي كنشكرهم من هذا المنبر أنهم يحاولوا نتعايشوا مع هذا المرض ونحاولوا نعرفوا هاد الناس كتقول لك ما كاينش هذا الكوفيد ما غاديش نمشي ندير وكيخبيوه. انا شفت الناس بزاف مخبيين وعندهم المرض مخبيين ما كتقبلوش انهم يتصابوا بالمرض. انا غادي نرجع عندك لاله الفرق الزرافه هذه النقطه الا سمحتي لي ولكن انا غادي نمشي عند لاله نزهه في مفهوم الاضطراب ما بعد الصدمه. يعني الا بغينا ناخذوها من هذا الجانب هذا حكي لي عن مجموعه من الحالات وانا كنستدرك قدامي حاله للزوج اللي تصاب الزوجه ديالو وتوفات او لا عفوا يعني مشات لوبيتال على اساس انها بوزيتيف فهو ما تقبلش انه هو نيجاتيف يعني تيقول له انت نيجاتيف ما تقبلهاش فجات واحد الهستيريا اضطروا انهم ينقلوه على اطار المستشفى وياخذ يعني مجموعه من المسكنات الى غير ذلك ولكن من بعد مباشره بادر بمحاوله الانتحار. يعني واحد الخوف واحد الرهاب كبير من انه صافي جاني كوفيد غنموت. ايضا حتى مفهوم الموت عندنا حنا في, 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 في العقل ديالنا كيتطرح سؤال زعما واش الموت بالنسبه لينا واحد الهوس واحد المرض واحد اللي بغينا نقولوا بالمعنى ديال الوليدات ديالنا واحد الفونطوم غادي يجي واحد نفسيا كيفاش المخيله ديالنا كتشوف النهايه اللي هي حقيقه يوم ستاتي ولكن بالطريقه كيفاش غتكون الله اعلم. مع عمر المرض ما كان السبب نهايه الاجل ولكن كاين امراض اللي كتدعي لنا ان تاخذوا مجموعه من الاحتياطات. فشنو بان لك اللنزه في هذه الجانبات؟ لا سكينه مفهوم الموت وهذه فرصه اننا نهضروا شويه في الاعماق كورونا او غيرها الانسان كله على مدى الحياه مصاب بعدة صدمات صدمات الفراق على أنواعه فراق الخدمة فراق الزوج فراق أولاد فراق الأحبة فراق خسائر الهزيمة وما إلى ذلك. إذن هادو كلهم نوع من أنواع الموت ولكن موت الواقع. إلا بغيت نطرح واحد السؤال أنا دائما في التحليل النفسي واش كاين شي واحد فينا عاش الموت؟ أنا غادي نجاوب غير بواحد الجملة. هاد الجملة أصلاً اللي قلت أنا ماشي منطقية لأن الموت لا يعاش ما غادي نعيش واحد الحاجة مازال ما شفتهاش. إذن هنايا اللي بغيت نفسر هو أننا ما خصناش نخلطو ما بين الخوف من الموت وما بين الخوف أنني نموت. الخوف من الموت هو خوف من المجهول خوف سميه اللي بغيتي إحساس طبيعي عند الإنسان هو طبيعي وما تيبغي حتى واحد يقرب ليه راه بحال شي غادي نقرب شي أكثر من الضوء أكثر من شي حاجة ديال نهاية نهاية ديال إيش نهاية وجودي نهاية كياني نهاية شي حاجة شي مني تنفقدو. وهذا التطور ديال الموت عبر الحياة مني تنفقدو واحد واحد لوبجي عندنا بريسيو شي 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 كاس ديال شي شكل ويطيح ويتهرس لينا هذاك نوع من 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 الخسران من الفقدان ونوع من الموت.
داك الكاس يمكن لي ناخذ كاس ونتناساه وندير العزاء ندير لو دوي، ولكن هاد الموت بعدا اصلا هو كاين اللي تيخوفوا مفهوم الموت وهذا الخوف المرضي، وكاين اللي تيخوفوا خوف يموت هو. ملي تمشيو للجنايز غالبا تتلقى شي وحدين جاهم تيغزلوا ما نعسوش مزيان تضاربوا، وهو في الاصل ديال العقل الباطني راه تيشوف راسه هو في بلاصه هذاك الجثه اللي هي قبالته. اذا تيشوف كيفاش هو غادي يكون، او الا مشاو يدفنوا كيشوف راسه تما. اذا هذاك البكاء وهذاك الشيء كله راه فيه واحد النوع ديال الموت ديالنا. الرواد ديال التحليل النفسي على السكينه منهم الكثيرون، انا غادي نذكر غير القليل لان الوقت ما تيسمح شيء. كاين مثلا ميلاني كلاين وفرانسواز دولتو اللي هما تحدثوا على اول صرخه ديال الرضيع ملي تيخرج من البطن ديال الام ديالو. هذيك صرخه ديال الخطر ديال الموت، ولكن هذا الرضيع تيفهم صرخه فطريه. إذن هما نوعا ما سموا هاد الإحساس والشعور بـ بـ والخوف من الموت في حاجة فطرية. غادي يجي سيغموند فرويد اللي هو المحلل النفسي تيتكلم على لا بولسيون دو مور و لا بولسيون دو في. لا بولسيون دو مور كاين هواجس الحياة وهواجس الموت فيها الناس، وحنا عندنا هادشي ديجا كاين في القرآن. يا ربي غير شكون اللي غادي يفسروا لهاد الشباب وشكون اللي غادي يطرحوا لهم بطريقه بسيطه. حنا عندنا في النوم اثناء النوم راه انا ما حافظاش الصوره، ولكن كاين اللي يتوفى الانسان في المنام ديالو في النوم ديالو وصافي وتوفى ومشى، وكاين اللي كيتوفى ويعاود يفيق ويجي. لاحظت معايا على ان هاد الوفاه القصيره اللي هي غير النوم العميق هي فيها نوع من الاضطرابات. فوقاش هو مني تنديروا كوابيس ونفيقوا مخلوعين، علاش تنفيقوا في نظركم مخلوعين؟ حيت حنا خصنا نفيقوا للحياه. حتى واحد حتى في الكابوس ما تيقد هو يبقى ناعس باش يبقى يفكر غير في الحاجه القبيحه. يعني حتى مفهوم الدعاء اثناء النوم، يعني ايمانا الانسان ملي كيحط راسو واحد المخده كيقول لك باسمي ربي وضعته جنبي وبك ارفعه فان امسكت نفسي فرحمها وان ارسلت فاحفظ بما تحفظ به عبادك الصالحين. يعني المبدا هو انه راه كاين امكانيات الحياه وكاين امكانيات الممات، وهنا طمانينه. اذا حنايا هذا الدعاء هذا داخل فيه طمانينه ديالاش ديال الحياه. حتى واحد ما تيسخب عمره. لاحظوا معايا الناس اللي هضرتي على السيد اللي باغي ينتحر ودار محاوله انتحار، كاين عدة مراحل ديال الانتحار. كاين أفكار انتحارية وكاين محاولة انتحارية وكاين لو باساج لاكت اللي هو الانتحار في حد ذاته لاكسيون. الناس اللي تيديروا من بعد أفكار انتحارية من بعد تيديروا محاولات، في نظرك هذوك المحاولات لاش؟ حيت ما صاخيش بعمرو، حيت يدير لك أسكو هنا، حيت هو تياخد غير حبة ولا جوج، حيت هو تيعقد غير شوية. أما اللي تيبغي يدير نهاية لعمرو راه تيكون فيه يا اما متخدر يا اما وصل به الاضطراب النفسي او العقلي لواحد الدرجه، يا اما تيكون غير في في غير وعي ماشي في كامل قواه العقليه. هنا غادي نقولوا واش هذا الموت واش هو مرض نفسي؟ اذا واش الناس كلهم مرضى؟ انا غادي نقول لا طبعا. حنا كنتقاسموا لا سيما في هذه الظرفيه جميعا، حنا كنتقاسموا الخوف من الموت والتقرب من الموت، وتنشوفوا اللي مات قدامنا ونوبت ناجت وعندك. حنا ما بقيناش نشوفوا غير واح. تصوروا معايا على ان بحال اللي قلت ديغنيغمون، قلت لهم واجي نزولوا هاد سميه كورونا ونسميوها سميه واحده اخرى، اجي نسميوها غير سميه ديال سخانه ولا ماشي حتى مرض. ولا سميه كورونا ثقيله فيها معاها واحد المعنى ديال الموت. كورونا تساوي كذا، الناس كيتحفظوا بها حيت فيها بزاف الاسئله والاسئله ثقيله نفسيا. الناس بركه عليهم اللي يكفيهم، شكون اللي لصق فيك ومنين جاك هادشي وكيفاش، وكانه عار كيف قلتي، وكانه مرض معدي ديال 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 اي مرض ماشي حشومه وماشي عار، حتى شي مرض ما كيبغيش. كتجي هاد الموقف غريب
ثابت واحد المرض اللي ضرب العالم كامل. بالعكس المفروض انه يعني ننبه الناس اللي قرب مني والناس اللي دايرين بيا وعندك، وهل باش حسيت وهشنو اللي وقع ليا وهالاعراض اللي وقعات وهشنو دس مع الطبيب، واش باش الناس كتطمئن حتى اللي تصاب كيعرف شنو خاصو يدير وشنو ما خاصوش يدير. فكيفاش انسان انت مصاب وكتعرف راسك مصاب ومخبي وعندك وكتخرج تخدم مع ناس اخرين، ويمكن تلاقى مع الجيران، يمكن تلاقى مع ناس اخرين، ولا ما خاصش الناس يعرفوني وصافي راه كناخذ الدوايه وصافي سكتوا ما تقولوش راه فيا كوفيد. يعني كاينه شي حلقه مفرغه على المستوى النفسي اللي خاصها تدق ناقوس الخطر. هذه الحلقه المفرغه للسكينه ما هي الا تفسير على ضعف الانسان. راه هذا الجهد وهذه القوه وهذا الجبروت اللي احنا عايشينه واللي جات كورونا باش حطنا الارض كاملين، راه فيها واحد الايجابيه واحد الجانب الا عرفنا ناخذ الدرس منها. راه ما تيبقى لا درجة اجتماعية ولا مادية ولا علمية، كل شيء ولا سواسية. كتسمع تتوفى فلان وفلان وفلان وكل شيء كيف فراسه وكل شيء كيف فراسه ما يكون باس، ولكن راه ما يمكنش، راه تفرض علينا أنه ما يمكنش. ولكن هاد الناس اللي هما تيخفيو تيتجنبوا ما يتصابوش بعدا أصلاً، احنا كاملين تنجنبوا، شكون هذا اللي ما تيتجنبش؟ ولكن كاين الفرق نفسيا ما بين التجنب بإفراط ديال الجانب الوسواس، وكاين التجنب اللي هو غادي ندير اللي عليا كيف ما قالت لا فاطمة الزهراء، غادي ندير الكمامه وغادي نتبع التعليمات فين كاين المشكل. علاش كاين هذا الاستهتار؟ بغيت غير نفهم حنا علاش ملي تيكون الضوء الحمر تندير الاستهتار عاد تيعجبني نبان. علاش زعما ديك الكمامه ملي غنزولها واحد تيقول لك ديرها في سله المهملات وهي كيفاش دير لها، واحد اخر غيلوحها في الزنقه. اذا حنا علاش حنا ماشي هادشي كله غير ما تنفهموش. حنا كاين نوع من 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 الاستهتار اللي تابع لقله التربيه، وهذه التربيه شيء كبير. هذه التربيه مسؤوليه، هاد التربية ما نقولش غير أنا وصافي. هاد التربية علاش ما نتحمسوش وكأن هاد 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 البلاد ديالنا حنا حاجة وحدة، وحنا راه حنا حاجة وحدة. حنا ملي تنبغيو نديرو اليد في اليد راه حنا تنديروها، ولكن كاين مجمل حنا راه في سفينة وحدة، يعني راه غرقت تغرق بينا كاملين. وهذا هو المنطق للناس أو واحد الشريحة من الناس رفض أنها تبناه للأسف. أنا غرجع عندك اللنزها، ولكن لسمح لي قبل غادي نرجع في هاد النقطة عند لفاطمة الزهراء. لفاطمة الزهراء اجتماعيا ملي كنتكلموا على المجتمع المدني، يعني كاينه واحد العلاقه وطيده ولصيقه بالمجتمع بصفه عامه بصفه يوميه بطبيعه الحال. ففي نظركم علاش هاد التضاد؟ علاش لا قالوا لي ندير الكمامه ما نديرهاش، قالوا لي خاصك الى التباعد لا. كاين ناس اللي قال لك لا الفيروس ما كيجيش للناس اللي واحد الفئه معينه، يعني كيجي لواحد الفئه اللي عندها امكانيات الى غير ذلك. لا وحنا انا ما يمكنش ليا نجلس نقابل كورونا ونخلي خاصني نخرج نقلب على رزقي، لا انا ما غنديش ديك البافيت اللي بغا وصافي انا دايره هنايا، حلا شدني البوليسي راه لقاني دايرها على الحياه ديالي مثلا. كاين حتى انه وصل المفهوم ديال بعض الناس اللي تيقول لك واخا كوفيد كاين ولا جا عندي ما ندير، ولكن هادشي اللي قالي لي ما غنديروش. انا هاد اللقاح كاع الا جا ما بغيتش نديرو، حيت هما قالوا لي كنديرو ما بغيتش نديرو. وما كنشوفوش بانه راه حياه ديال بزاف الناس اللي واقفه بسبب كوفيد، وبانه بزاف ديال الناس اللي تضروا بسبب كوفيد، وبانه حتى حنا متضررين بسبب كوفيد، وبزاف الناس اللي فقدناهم بسبب كوفيد. اذا حنا مضطرين اننا نبحثوا على الحل، واقرب حل هو اللقاح. فعلاش عندنا هذا النوع من التضاد اجتماعيا؟ بالفعل سكينة، بالفعل هذا الشيء كيف ما قالت للنزهة، كاينه التربيه. التربيه كتلعب واحد الدور مهم، وكاين الناس اللي كنهضروا معاهم تتقول له دير الكمامه. علاش غادي ندير الكمامه؟ كيف قلتي لاله سكينه، بصح كاين عدد من هاد الناس هادو. كاينين عدد تيقول لك انا ما نجلسش في الدار، ندير الحجر في الدار عندي ونمشي نخرج نترزق على وليداتي. هذا اغلبيه كاينين في هاد الشعب، مع الشعب هاد الشيء اللي تيقولوا انا ما نديرش الكمامه، ما نديرش التباعد، وايلي شنو غيوقع ليا. هاد المسائل هادي كنعيشوها حنا كمجتمع مدني وكحصص. كنعيشوها يوميا. يعني حد كيلصق حداك،
ما فهمتش. نعم. انت كتبعد، انت كتبعد واحد اخر تيلصق حداك، يعني انت كتحاول دير لا انا تنكون انا وقعت ليا تنكون مع الناس، تنكونوا في وقفه باغ اكزومبل احتجاجيه، كنوقفوا كنمشيو نوعيو الناس، حملات تحسيسيه، الناس كتجي انا كنبعد والناس كتقرب ليك، ما فهمتش. دونك حنا كنحاولوا نفهموهم انهم خصهم يتباعدوا، هما لا مبالات، يعني تيقول لك ما مسوقش، انا غادي نخرج نترزق، ايوا ليش شنو غادير ليا هاد كورونا، ما عندها ما دير. ديجا هو راه كتكون فيه الاعراض، يقول لك لا انا ما تشدش فيا كورونا، انا ما كاين والو، راه غير البرد. كيبقى سورتو الا كان فيه مرض مزمن، كنتفاجئوا بالموت المفاجئ. يعني هاد الايام هادي سورتو هاد الايام، هاد الايام الاخيره، يعني كانت بزاف ديال الاموات، ومن الناس اللي كنعرفوهم، الناس القراب لينا، وواخا هكاك تيمشيو الناس تيعزي، وتتلقى واحد جالس في راس الدرب، كتلقى جالسين محداها بزاف ديال الاولاد، جالسين تيلعبوا عادي، شي تيشد في شي، شي تيعنق شي، شي زعما هاد الحالات هادو نعياو ما نهضروا معاهم، كنعياو ما نوعيوهم. ولكن كيف ما قالت كنعاود نرجع للنزهه، مشكل التربيه، يعني كاين الناس اللي مازال ما واعيش، كاين عدم الوعي، يعني كاين اللي ما تيقول لك مازال ما كايناش كورونا، يعني باش كيفاش غتقنع هاد الناس هادو وكيشوفوا الموت قدامهم؟ يعني كنشوفوا الناس كتموت، الناس ولات كتموت بزاف هاد الايام الاخيره بسبب هاد الكوفيد هذا، والاصابه يعني قريبه منا جميع، يعني بزاف الناس اللي دايرين بيناك اليوم كتسمع هذا الطاب، غدا كتسمع هذا الطاب، يعني لدرجه انه حتى مي كتقلب تيقول لك راه الا ما تصابيتيش بكوفيد حاليا راه ممكن يكون جا وداز وما حسيتيش به، ولا رحمه من الله سبحانه وتعالى باقي ما جاتش النوبه ديالك، اما المحيط ديالنا يعني يمينا وشمالا الناس كتصاب، يعني كاين الفيروس ماشي ما كاينش، ما يمكنش نقولوا ما كاينش كتصاب. انا عندي الناس كنعرفهم بزاف، عندي اصدقاء، عندي صديقات بزاف تصابوا بهذا الكوفيد هذا، وكنت انا كنت صابيت بهذا الكوفيد، يعني هذا الكوفيد يقدر يصيب اي واحد، اي واحد يقدر يتصاب بهذا الكوفيد، واخا عنده المناعه، واخا ما عندوش، واخا عنده مرض مزمن، واخا ما عندوش، يعني يقدر يتصاب بهذا الكوفيد. وبين الاعراض المهمه ديال هذا الكوفيد تيقولوا الناس راه غير البرد، نو ما كيبقاش الذوق، ما كيبقاش الشم، يعني الذوق والشم تيمشي للانسان. دونك في هاد الحاله هادي راه ما كيبقاش غير ضربني البرد، ولا غير هذا الزكام، ولا غير عادي وندوزو، لا، هذا مرض خاص الواحد يمشي يستعجل بالشفاء ديالو، يستعجل ياخذ الادويه في الوقت المناسب، باش ما توقع واحد النهجه، واحد السخفه كتكون هذه من غير ما كتكونش في الامراض، في المرض ديال البرد، ولا ديال الزكام، ولا ديال هذا، كتكون هاد السخفه. والله يحفظ جميع المسلمين، راه غير كون كاع الناس داروا هاد الوقايه، يعني ماشي شي حاجه كثيره، الكمامه، وغسل يديك بالصابون، ولا دوش، ولا هذا، يعني النظافه والتباعد الجسدي، هذا الشيء الا داروا، الا درناه راه غنتغلبوا على هاد الكوفيد. الا درنا هاد الثلاث مسائل، انا جو سوي سيغ غادي نتغلبوا عليه، وغادي نقدروا كاع ما نحتاجوا اللقاح. دونك حتى هاد اللقاح راه اللقاح، يعني جابوا لنا صاحب الجلاله من هذا المنبر، ما يفوتنيش باش نشكر ونرفع عليه واحد الحب وامتنان، اللي كيخاف على الشعب ديالو، وهذا اللقاح هذا، يعني كنصح به جميع المغاربه يديروه، لانه لقاح من الطبيعه، ماشي شي لقاح، حنا مولفين اللقاحات، يعني فايت لينا كنديروا اللقاح ديال بوشويكه، ديال بوحمرون، ديال السعاد، ديال بون، حنا وليداتنا، حنا في السبعينات والثمانينات كنديروا اللقاح، يعني لقاح عادي، بحال راك غادي دير لقاح ديال بوحمرون، ولا فيك بوشويكه، ولا راه كاع الناس الشعب عارفين هاد الامراض هادي، كنديروا ليهم حتى وليداتنا لي باتيت، كنديروا ليهم دابا اللقاح، يعني لي فاكسان راه عاديين، غيكون هذا حتى هو مرض، نديروا الفاكسان ديالنا، والحمد لله ما غادي يكون حتى غير هو. كيف ما قلتي، يعني كيف ما قلتي لا فاطمه الزهراء، مبدا اننا نحترموا الاجراءات الاحترازيه راه مهم جدا، لان حتى اللقاح راه غيجي عبر مراحل، وكاين الناس عندهم الاولويه على ناس اخرين، وبالتالي المساله راه غتستغرق واحد الوقت، ولكن احنا عندنا واحد الصراع، يعني لا بغينا نقولوا بايقاع سريع ما بيننا وما بين الفيروس، لانه اللقاح جاي، الامل قريب، ولكن راه يوميا كاينين حالات كتموت، كاين حالات كتصاب، كاين حالات كتدخل التنفس الاصطناعي، كاين حالات كتدخل التنفس الاختراقي، اذا المساله راه الخطوره مازال قائمه، والصعوبه مازال قائمه، والاشكال راه مازال كبير.
فعلا لا سكينه، الاشكال كبير. حنا هذا الشيء علاش كنحاول نوعي الناس وكنحاولوا نهضروا مع الناس ونديروا لهم حملات تحسيسيه باش يلتزموا بهاد ثلاثه المسائل اللي تنقولها وتنعاودها ديما، انهم يديروا الكمامه، ان يكون تباعد جسدي والنظافه. هاد ثلاثه المسائل انا جون سوي سيغ سارتان، الى الناس التزمت بهاد ثلاثه المسائل راه غادي نقضيو على هذا الفيروس. يعني غتحمي راسك وغتحمي الناس اللي معاك. راه انت واخا انت ما غاديرش الكمامه، راه ماشي غادي راه معرض غير راسك انت بوحدك للخطر، راه معرض ناس اخرين معاك. انت ما ديرش الكمامه وغتهضر مع واحد حداك وانت مصاب، يعني راه واحد اخر وهذاك مسكين الاخر غيدي الاخر والاخر غيدي الاخر. يعني احنا كمجتمع احنا فينا هذاك التجمعات، عندنا داك السلام، عندنا انا اللي كنلاحظ ان نقص السلام، نقص الناس شويه وعات في هذه القضيه هذه، ولكن باقي داك التجمع وهذاك التقارب الجسدي باقي. مي السلام وهذا ما بقاوش، سي فغي بشويه بشويه الناس بدات شويه كتوعى شي شويه، ما باقي الاغلبيه باقي مستهترين، وسكتو الشباب. الشباب زعما ملي تنشوف انا في الزناقي في الدروبه في هذا، باقي الاكتضاد، باقي البيع والشرايه في الاسواق، باقي كيجي كيبيع كيهز هذا الخضره كيحطها كيمشي كيجي واحد اخر كيهزها تيقلبها. زعما خص مازال التوعيه، ومازال خصنا نديروا حملات، ومازال خص الناس توعى بهاد المسائل هذه باش نحاولوا نتغلبوا عليه. اون اتوندون كما قلتي لاله سكينه، حتى يجينا اللقاح، باسكو اللقاح مازال ما غادي يجي وغادي يجي تدريجيا. يعني كاين اولويه للاطر الطبيه والناس اللي كتكون هي الاولى المصابه بهذا الفيروس، هي اللي الاولى اللي عندها الحق في هذا اللقاح. وحنا كنحاولوا ما امكن باش نديروا هاد الاحتياطات وهاد الاحترازات باش نتجاوزوا هاد الفيروس هذا ونتغلبوا عليه ان شاء الله. نعم اكيد لفت نظري انطلاقا من نقاشنا، راه ملي كنرجعوا للزاويه الاجتماعيه حنا كنرجعوا لواحد الواقع معاش، ربما مفهوم البرنامج اليوم غادي في اتجاه تعايشنا مع مشاعر جديده اللي عشناها وعلاقتنا بالموت من خلال جائحه كوفيد. ولكن ملي كنرجعوا للاجتماعيا يعني كنلقاو بانه كاينه مجموعه من الصور اللي فيها واحد النوع من بغينا نقولوا مواجهه مع الموت، يعني كنستعرضوا العضلات امام الموت، ما عندناش مشكل، ولكن اون فوا نتقاس او نتصاب او نسمع بان شي حد قريب ليا تصاب، هاد العضلات تندمي كنرجعوا للارض. انا كنقولها بهذا المعنى باش نعطيو واحد التصور، تنرجعوا للارض وكنكشموا كانه شي حد اللي وقف موراك قدامك ما قادرش انك تواجهه. واش حنا فينا الجبهه مع 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 امور اللي كتفوقنا ربما؟ بالفعل لاله سكينه، حنا عندنا هاد ما فهمتش سي فغي، كاين هذا كنصدلوا العضلات ديالنا، يعني ما شنو غادي يوقع، شنو هاد الكوفيد شنو غادي يدير لنا، شنو. وانا شفتهم انا هاد الناس كانوا تيقول لك ما كاينش الكورونا، ما كاينش كوفيد، ملي تصاب شي حد من عندهم كاين واحد التخوف، ولاو هربانين ما بقاوش كيقدروا يسلموا، ما بقاوش كيبانوا، ميم تيقول لك لا هذاك السيد ما نقربش ليه، لا انا هذاك ما لا 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 فيه الكوفيد، هذاك ما نوصلش ليه. وتنقولوا هي كنتي كتقول ما كاينش كورونا، ما كاينش الكوفيد، والله العظيم لاله سكينه الا شفت حالات بزاف د الحالات ديال الناس هاك وقع لهم هذا الشيء، يعني كيشوفوا اقرب مصاب بالكورونا. افون ما كانوش يقول لك ما كايناش كورونا، ما كاينش كوفيد، ما عندها ما دير ليا، انا نسلم، انا نخرج، انا ندير. مي ملي كيشوف الناس الاقربين ديالو تصابوا كيرجع للور، ما تيبقاش يقرب ليه، ما تيبقاش يقدر يوصل ليه. يعني انا هادشي ما فهمتوش، ما فهمتش ان بنادم ديجا عنده فكره ان ما كاينش المرض، وعلاش ما تقربش ليه، علاش ما تسلمش عليه، كانت كتقولها ما كاينش المرض حيت واش كاين بشكل مباشر، كاين مواجهة مباشرة ديك الساعه ما بقى نقاش. اكزاكتومون بزاف د الحالات انا شفتهم وعايشتهم، وكاين اللي وحدين اللي خايفين من المرض، وصديقات ديالي انا شفتهم نقصوا دي كيلو 10 كيلو 8 كيلو غير بالخوف من هذا المرض. ما خافوا هما ما فيهمش المرض، ولكن خايفين انهم يتصابوا به المرض. فوالا خايفين وتيعقموا ودايرين احتياطات اكثر من اللازم، وهذا الخوف اثر عليهم نفسانيا، اثر عليهم
وشفتهم كنشوفهم يعني تفاجأت أنا فاش كنشوف كنتلاقاهم، ما كانت هما الأكثرية ما كيبقاوش كيبانوا يعني ما بقاوش كيخرجوا. أنا بالحكم ديالي كجمعوية وحقوقية يعني فوالا كنعيش الظرفيه، وكان ملي تنهضر معاهم غير بار تليفون باغ اكزومبل تيقول تقول لي فوالا انا راه نقصت 2 كيلو، انا نقصت 10 كيلو غير الخوف، رانا مخلوعه اللي يجيني هاد كوفيد وهذا ونموت فريمون. زعما كاينين بزاف الناس عايشين هاد الخوف هذا، نعم. عادي يعني خوف طبيعي بطبيعه الحال، لانه المرض فعلا راه ممكن انه يسبب في الوفاه، يمكن يكون سبب وماشي هو المعنى ديال الوفاه، ولكن ممكن انه يكون سبب. انا غنرجع عندك لاله فاطمه زهره سمحتي، لكن قبل منها غنمشي عندك لنزهه. لنزهه ملي كنشوفوا الصوره الاجتماعيه، حنا ما بين خوف وما بين تظاهر بعدم الخوف، ايضا ملي كتسمع شي حد اللي عزيز عليك وقريب منك مات في الظروف العاديه، اكيد انه كتكون صدمه صعيبه، كتمشي للجنازه، كتحضر، كتوقف، كدير الواجب اللي خاصو يدار، وكتاثر التاثر اللي خاصو اللي طبيعي انه يكون في الانسان. واحيانا حتى انه ملي كتجلس مع راسك كتبقى تشوف داك المنظر ديال الجنازه كتقول وراه الناس كلهم غادي يمشيو، ولكن هذاك الشخص اللي فقد هذاك الانسان العزيز عليه هو اللي غيبقى مقصح، هو اللي غيحس بشي مشاعر اللي كتكون صعيبه من بعد. هو توفى، يعني الشخص الكونسيرني راه توفى، ولكن اللي من موراه هما اللي كيتقصحوا لانه باقين في الحياه، باقين غيتفكروا في بزاف ديال الحوايج. هادشي في الظروف العاديه. اليوم في كوفيد باش تصور في دماغك بانه ممكن تفقد واحد الانسان عزيز عليك وما تقدرش حتى انك تمشي تدفنه مثلا او تسامح معاه، يعني يوما ما يمكنش انك تسامح مع ناس اللي ماتوا بكوفيد. هذا المنطق اللي عندنا بطبيعه الحال واللي كيدخل في اعرافنا وفي ديانتنا ومجموعه من الامور، ما تقدرش دير الجنازه كما يجب، ما تقدرش انه بزاف الحوايج تعيشهم اللي كيدخلوك في مرحله ديال الحداد، اللي كيدخلوك في ديك انك تعيش ديك المرحله ديال لو دوي، فصعيبه بزاف حتى اننا نتصوروها، فما ادراك نعيشوها. ايضا ملي كتصاب بالكوفيد اول صوره كتجي وانت بدا الاختناق شويه او لا كتاخذ الادويه، ممكن نموت، ولا مت ممكن نخلي من مورايا كذا، ممكن حبابي، عائلتي، الناس اللي قراب ليا، يمكن الناس اللي في مسؤوليتي الى غير ذلك، كتجي مجموعه من المفاهيم. وهي الموت راه ممكن تجي ممكن تجي، يعني دابا انا كنتكلم معاك راه ممكن غدا نتوفى زعما، ولا يمكن فهاد اللحظه، ولا يمكن من بعد ساعات، يعني الموت ممكن تجي، ولكن باش ننتظروها. والموت واحد واحد، ولكن مبدأ الانتظار ديال الموت صعب التقبل ديال كيف ما جاء على لسان لفاطمة الزهراء وعلى لسان كالسكينة، هو أن دائما مواجهة الواقع ماشي بحال اللي كتبقى في أفكار ديالك، ولات الواقع ولات صعيبة. مواجهة الواقع ما خلالك في اختيار، ما خلات الواحد الاختيار. الواقع يمكن نفس الإنسان يقول مع راسو، يقول انا ربما غادي نموت، اللي معايا يموت، نسمع شي واحد مات، شنو هو اللي غادي يجي، شنو هو المستقبل. اذن هنا تبقاو عايشين في الهاجس، وهذا الهاجس تيدير لنا اضطراب لاننا ما قدرناش نتحكموا فيه، واللي اصبح اكثر من المستوى ديال التحكم فيه. هنا في هذا الوباء وفي هذا الانتشار أكيد نوعا من الأنواع كل واحد فينا استسلم لهذا الوباء بطريقته، وهذا الاستسلام جاء من بعد في الآخر دياله كاين تقبل، ولكن هذا الاستسلام خصو يدوز بمراحل. إحنا ما تنقبطوش نستسلموا لهكذا كل شي حاجة، ماشي غير الموت، الخسارة ما تنقدروش نستسلموا لها غير هكذا. غير شي واحد قال واحد الحاجه ما عجبتنيش، انا ما نقدرش غير ندوزها غير هكا كنستسلم، الا لما دازت عليا في العقل الباطني بمراحل. وهاد المراحل تيدوز اول حاجه فيها هي، حنا نهضروا على كوفيد باش ما نبعدوش، هي الصدمه الاولى. هاد الصدمه الاولى فيها ما كاين لا كورونا لا والو، ولكن في نفس الوقت عندك تكون كورونا، ما كاين لا وباء لا والو غير رواح. ونفس الوقت راه حنايا فاهمين على ان كاينه شي حاجه اللي كتنتشر، لا داكشي غا بعيد، راه غا في الصين وحنا بعادين عرفتي شحال. اذا هنايا سميتو الصدمه الاولى اللي كتواليها التساؤل، ديال التساؤل ديال البحث، كنبداو حنا
احنا في الصدمه الاولى وحنا احنا في البحث، كاين اللي تيبحث في لي ريزو سوسيو، كاين اللي تيبحث على في الاسره، كاين اللي تيقرا، كاين اللي تيتصنت الاخبار وما الى ذلك. وخلاص الاعلام لعب واحد الدور ديال وسواس ورعب من واحد الناحيه، ومن ناحيه واحده اخرى عاون الناس على انهم يتوصلوا بالاخبار. وعلاش لا؟ غير فوقاش يوقع الهاجس ديال الخوف الشديد، اولا نسبه للناس اللي هما على سبه اللي هما هشيش الشخصيه، وثانيا الهاجس تيوقع ملي تنديروا افراط في البحث. اذا غادي نرجع للمراحل، قلت على ان هناك الصدمه الاولى، ومن بعدها كيجي التساؤل، ومن بعدها تيجي النكران ولا الانكار. هاد النكران وخلاص من كوفيد، لا ما كاين حتى حاجه، لا ما كاين شيء، وشوف هذاك غير هذاك راه غير حيت عنده القلب، هذاك حيت عنده الطونسيون، لا انا بعدا ما غيوقع لي شيء، لا انا مناعه وما الى ذلك. اذا كل واحد هذا راه نوع من الخوف، وهذا الخوف داخل فيه حزن. كل واحد فينا لاحظوا معي، ما يمكنش شي واحد ما يطرحش على راسه سؤال ما يلقاش راسه تيستبعد راسه دائما غير الاخر. حنا اون نو فوا كو لوط، وهذا الشيء ما غيصيبو ما يصيب غير الاخر. من بعد هذا الانكار كيجي الغضب. ديالاش الغضب؟ هو انتشار تيمشي وعينيه غير لذاك اللي شيف خو يشوف شحال من واحد اللي تيسرق تشوفه، شحال من واحد توفى، شحال من واحد شافه. اذا هنايا ها هو قلق، ها هو غضب، ها هو اذا اللي دون لو بان. عاد من بعد الحزن ومن بعد الكآبه وضيحنا، كنعيشوا واحد الفتره ديال الحزن كاملين، ما كتحلى لينا حتى شي حاجه. المجتمعات برمتها كتعيش واحد الحاله ديال الالم النفسي. من بعد كيجينا التقبل. لاحظوا معايا على ان تقبل بخساره، اذا مراحل كثيره كتجي قاره، تقبل الخساره عمرها ما تجينا غير هكا. اذا حنايا لازم ما تندوزو بمراحل. لا نزانه، غادي نرجع لهذه المساله ديال العلاج بالتقبل، وربما الى غنختموا بها. غير قبل منها بغيت نتسائل على بعض الاضطرابات اللي لا بغينا نقولوا ديفلوبات مع كوفيد، لانه يعني كاين بعض الناس اللي ربما من شهر ثلاثة ما خرجوش الى يومنا هذا. انا كنعرف سيده من شهر ثلاثة ما خرجتش الى يومنا هذا، ممنوع ولادها يزوروها، ممنوع يجيو عندها، ممنوع التواصل معها، ممنوع الى حتى سالي كوفيد مخافه على نفسها. وكاينين ناس اخرين اللي رفضا باتا انهم يرجعوا مثلا للعمل، كيقول لك لا انا غنخدم تيلي طرافاي، بغاو مرحبا ما بغاوش نقدم الاستقاله ديالي، انا ما غنتقبلش انني نخرج للشارع ونعرض راسي للخطر. وكاينين الناس اللي ربما رغم انهم كيخرجوا ويشتغلوا الى غير ذلك، دائما كاين الهاجس ديال غنو سميتو بدا واحد الوسواس، بداو الناس كيدخلوا في واحد درجه الاكتئاب. يعني كاين الاضطرابات اللي ديفلوبات. انا ما غتفوتنيش الفرصة على أنني نقول في هذا الوباء إحنا كاملين كنخافوا وخفنا وتنتخوف، إحنا كاملين، ولكن كاملين تنخافوا وتنتخوفوا مستويات، وهذا الخوف يلازمنا لأنه خوف طبيعي، خوف من الهلاك. إذن هذا الخوف علاش؟ هو بمستويات على حسب كل شخصية. ما غتفوتنيش الفرصه انني غادي نقول على حسب الايمان كل واحد، ماشي الاسلام، حنا مسلمين كاملين، ولكن الايمان، مستوى الايمان، وهذا الايمان فيه درجه التقبل والرضا. وانا هنايا غادي نجبد واحد لا فورماسيون اللي كنت حضرت لها اللي سميتها اسمح لي باش ما نغلطش، سميتها لا ثيرابي بار لاكسبتاسيون اي لونغاجمون. هاد لا فورماسيون داروا التقبل والالتزام. اذا هاد لا فورماسيون داروها لي بلج، درت لها اخر مطاف لقيت على ان هاد لا فورماسيون حنا عندنا في الدين ديالنا، حنا عندنا في الدين ديالنا التقبل والرضا بالقضاء والقدر. ولكن عندنا واحد 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 لاستوس اللي هي خصها لازم تكون بواحد المستوى كبير، اللي هو الإيمان. الإيمان شنو هو؟ هو النفس المطمئنة. أنا ما غاديش نهضر هنا يعني في الجانب الديني لأن أنا لست متضلعة فيه، ولكن لازم ما نكونوا
نقولوا واحد النهار ما غاديش نبقاو، والحمد لله على كل حال، ولازم نذكر الله، وهذا الشيء ما غنعلموهش للشعب ديالنا وما غنعلموهش للمسلمين والمؤمنين، ولكن تيبقاو لازم هناك اضطرابات شخصيات. لاحظ معايا للا سكينة، شكون هما الناس اللي كيتضاربوا اكثر في هاد كورونا، واللي كيف قلتي كتلقاهم في وساوس واكتئاب وداخلين وسادين عليهم وعندك وتجنب وما نخرجش ولا وعندك وهادي وهادي، شكون هما؟ للأسف هما ناس اللي هما عندهم شخصية قوية، ولكن واش هي شخصية قوية ولا باينين بشخصية؟ لا هي كيبانوا. الناس اللي هما كيبانوا سلطويين، لاحظ معي السلطوي ضعيف. وهنايا كنتكلم على أن البشرية بمجملها، البشر كله خلق ربي ضعيف، الكمال لله ونعم بالله، حيت ما تنتقبلوش الضعف اللي فينا بنوع من الأنواع حيت نفسيتنا لا تحتمل ذلك، كتعطينا رد الفعل بسرعة اللي ما تيرضاش. كاين الناس اللي هو من طبيعتهم في الاحتياط والحذر، يطيحوا في الفخ في هاد كورونا، اللي تسميهم دي بيرسون كي سون دون لو كونترول. عندك 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 تتلقاهم شراو لو برودوي اللي كاين في السوق كامل، وعندك انت في الصباط، وعندك انت ما تدخلش، وعندك اذن هنايا دخل في واحد الصراع مع الاكتئاب. كاين الشخصيه العنيده، اذا لاحظ معي كل ما كانت الشخصيه نوعا ما كتبان لينا اجتماعيا زعما راها باينه واعره، كل ما الدخلاني ديالها راه ضعيف. إذن هي ملي كتصاب كتحطم، علاش؟ حيت هي الشخصية أصلا ما كتقبلش الضعف. هنا كنتذكر نوعا ما منسى شيء، أنا خصني نقول تقاسيت بالكوفيد والحمد لله. على سلامتك. والحمد لله، الله يسلمك. والحمد لله لأنني صدق علي ربي هاد شوية العمر اللي بقى. الحمد لله، الحمد لله أنني خديت فكرة، وأنا اليوم ما جيتش باش نهضر على نفسي وعلى تجربتي وعلاش لا، شوية خديت درس. وبصدق يعني نزا، وانت كتكلمي على هاد النقطة هادي، يعني أنا أثناء تقديمي البرنامج بصراحة أنا استحضرت، لانه كاينه مشاعر استحضرت لحظات اللي كانت شي شويه صعيبه، ولكن الحمد لله ان ربي دوز على خير ورجعتي لنا سالمه غانمه الحمد لله. عطيتينا الدروس اللي كانت زوينه ومهمه في هذه التجربه هذه، فالحمد لله على سلامتك. وهذا الشيء علاش راه من اصعب ما يمكن يتعرض له الانسان هو يكون انسان عزيز عليك وقريب ليك ويتصاب كوفيد، ومن ضمن الناس اللي تصابوا بكوفيد طبعا الحال من الناس القراب القلبين زها وصديقه اخرى حتى هي قريبه لقلبي. بصراحه اللي كان ضرني وللاسف تصابيتو فوقيته وحده، يعني كنت ما بين نارين فوقيته وحده، ما كانش سهل، ولكن الحمد لله ربي قدر ولطف ودازت بسلام ورجعتي لي الحمد لله بكم بخير. شكرا بزاف للناس اللي ساندوني، ومنهم لاله فاطمه الزهراء، منهم سكينه، منهم العديد العادات، ومنهم لامونيا مدام تازي والدكتور تازي اللي وقفوا معنا في المصحة، واللي ونعزلهم تحية كبيرة في وفاة الابن ديالهم. ولكن هذه حلقة ديال الاعتراف بالجميل، ما ننساش خوتي، حيت خوتي وقفوا معنا واحد الوقفة ديال الجنود زعما الحمد لله. إذن واخا ما كاينش تواصل، حنا اللي فينا مهنانا، واخا هكاك كان التواصل، كانت القشفة كتجيني حتى لباب الدار وكيحطوها في باب الدرب، وخا هكاك كان التواصل، وخا هكاك كان الميساجات الحمد لله على هاد واتساب، وخا هكاك كان السند، وخا اللي فيا ما هناني وفي الصوت ما كاينش وسخفانه وسخانه فيا، وخا هكاك كان داك الصوت ديال الناس كيسولوا فيك كيزيدك واحد المناعه. اذن يمكن غادي تجبد عليا هاد المشاعر. أقوى رسالة ممكن توصل من حيث التقبل بصراحة، يعني هاد الكلام اللي قلتي أقوى رسالة ممكن توصل. الحمد لله على أنني تقبلت اللي عطى ربي، وتقبلت الرضا ديالو، وتقبلت الفرج ديالو، والحمد لله، وعطف علينا ربي أنا والزوج ديالي ووليداتي، لأن دارنا كانت كلها سنتر كوفيد.
الحمد لله والشكر لله على سلامتكم. وحنا كنقولوها دابا بالابتسامه، لانه الواحد خصو يخلق هذا الجانب البوزيتيف باش يمكن انه يواصل. غير ولا سمحتي لنا قلتها اثناء الكلام ديالك، ونبغي نعاود نذكر بها بطبيعه الحال، ما غتفوتنيش الفرصه انني نتقدم بالتعازي الحاره مره اخرى لالا مونيا تازي والدكتور تازي. فوفات الابن ديالهم مصاب صعيب بزاف، ولكن هاد الناس بعد كيف ما قلنا بعد ما مروا واحد صدمة اللي هي قوية، ربي يرزقهم واحد الصبر كبير، فنتمنوا ربي أنه يرزقهم الصبر والثبات ويخلف لهم الخير في الوليدات اللي باقيين. فما كانتش فرصة باش نقولها بشكل مباشر، أنا غنقولها اليوم، لأنه أنا شخصيا من الناس اللي كيحترموا مونيا بزاف، تنقدرها بزاف، وبصراحة كان قلبنا معها في هذا المصاب، لأنه ما كانش سهل، تجربة ماشي سهلة، نتمنوا ربي أنه يقويها أكثر فأكثر على أنها تتقبل. وفقط للإشارة، فريحان ما توفاش بكوفيد، ريحان توفى بسكتة قلبية، ربما كتصاب قبل بثلاث شهور ولا أربع شهور بكوفيد، ولكن سبب الوفاة هي سكتة قلبية ماشي كوفيد، باش نصحوا للناس حتى اللي كيتابعوا بطبيعة الحال. للأسف كان بودي نوصل معكم أكثر نقاش، ولكن ما بقاش معنا وقت طويل. نبغي نرجع عندك لالا فاطمة الزهراء، رسالة مباشرة شنو تقولي لنا؟ كان من هذا المنبر كنقول لالا نزهة الحمد لله على سلامتها، وانا من بين كنت كان من بعدها مباشره انا تصابيت بالكوفيد، وكنقول للناس ياخذوا الاحتياطات. من هذا المنبر حتى انا كنشكر جميع الناس اللي كانوا كيساندوني، جميع العائله والاصدقاء، وما بين الماخ حتى هي حماتي ما ننساش كيف ما قالت كيجيبوا القفه حتى لباب الدار. حنا بؤره كنا انا والزوج ديالي والابناء ديالي، الحمد لله حنا خرجنا من هذا المرض بخير وعلى خير. ومن هذا المنبر ما ننساش نشكر جزيل الشكر السيد مندوب عماله المحمديه اللي وقف معنا، حتى هو وقفه ديال الناس، ومعروف بالنزاهه ديالو بالخدمه ديالو السيد محمد حافظ، وكنشكره بزاف. وكنشكر جميع الاصدقاء حتى هما اللي ساندوني اللي وقفوا معايا. والحمد لله حنا واخا كناخذوا الاحتياطات كيف ما قالت للنزهه، انا كنصح الناس كل شيء ياخذوا الاحتياطات اللازمه. وحنا ما كنعرفوش هذا مرض ابتلاه الله، لما اعطاه لنا الله مرحبا به، غير هو نحاولوا كيف ما نحاولوا من الواحد الى تصاب يبقى في دارو، يدير الحجر في دارو ولا يمشي لوبيتال ولا لا كلينيك كوم سا، باش ما يصيبش وحدين اخرين وما ينتشرش لينا هاد العدوى هذا. ونديروا الاحتياطات اللازمه، وهذوك المسائل اللي قلنا، التباعد الجسدي والكمامه، والواحد يحضي راسو يحفظ راسو ويحفظ الناس الاخرين اللي معاه. وكنشكر لالا سكينه على هذه الاستضافه، وكنشكر لالا نزهه الدكتوره ديالنا على هذه المعلومات الشيقه اللي خدينا معها هذا النهار هذا، وشكرا للطاقم التقني، وكنشكركم كاملين. شكرا الله يحفظك لالا فاطمه، والحمد لله على سلامتك انت وليداتك، وشكرا لك على المشاركه الطيبه، شكرا لكم على هذه القلوب الزوينه، شكرا لكم على هذا الجهر بالمرض، لانه ماشي عيب. الناس خصهم يفهموا بانه كلنا ممكن نتصابوا، كلنا يمكن يجينا كوفيد، خاصنا نتعايشوا معاه، خاصنا نحافظوا على النفسيه المرتفعه. يا كان لنزهه باش ما كانت النفسيه مرتفعه باش ما غنتغلبوا على كوفيد، لانه بزاف ديال الدراسات تبتات بانه الجانب النفسي كيلعب دور كبير في بروتوكول العلاج ضد كوفيد. علاش حنايا اليوم هضرنا على التقبل؟ الا كثرنا من الرضا والتقبل بالقضاء والقدر، كونوا على يقين باذن الله على اننا نقدروا نتجاوزوا الحاله المرضيه. لالا نزهة ختاما شنو تقولي لنا؟ انا غادي نقول على ان ماشي كل واحد تدوز عليه واحد الظروف صعيبه غادي يعاني بالاضطراب، ماشي لازم الاضطراب كيف ما سميتيه اضطراب بعد الصدمه، ولكن حنا انا اللي نبغي نقول هو الاضطراب ما بعد الصدمه لازم ما يكون قبل منها كاين واحد الضف اللي هو صعيب وقاسي، اذا هو بالعكس ماشي اي واحد اللي هو تمر باضطراب معناتها دوز، ولكن كل واحد يعيش اضطراب ما بعد الصدمه فهو عاش واحد الظرف صعيب. فعلا ساهمت كورونا على انها خلات علينا بزاف ديال المسائل اللي هي احتياطات، اعاده النظر، استرجاع النفس، استرجاع تساؤلات مع النفس، وأننا نذكروا العيش بطريقة أخرى.
غادي نقول على أن كل حياة احنا عارفينها غير خصنا نوعو بها، مآلها وفاة. نعم. كورونا كيف ما قلت سميوه اللي بغيتيه، هذه هي الحقيقة المطلقة اللي ما فيهاش نقاش. اللي جا أجلو صافي ما تيزيدش، اللي قال الله يرحمه ما تيزيدش كثير هذه المكانة وهذا ما كانش. إذن غير قبل الأجل كيبقى الشعور بداك الموت كيجينا وتياخد أشكال وتياخد. إذن علاش لا اللي في ضم هاد المرحلة ديال الوباء ما نعيشوش مع كورونا بتفاؤل؟ نعم أخذوا وقاية ولكن نعيشوا بتفاؤل. إن الله يكون في العون على أن الناس تخرجوا يقلبوا على القوت اليومي، الله يكون في العون، ولكن خرجوا تقلبوا على القوت اليومي وانتم ما دايرين الاحتياط. علاش؟ باش ماشي تجيبوا القوت وتجيبوا معاه حتى المرض او الوباء. نعم. جيبوا غير القوت برا. هذا الشيء اللي كاين. الله يسر معنا جميعا. شكرا جزيلا لكم، ما سخيتش بكم، ولكن وقت البرنامج وصل للنهايه ديالو. كنبغي نوجه تحيه كبيره بزاف للنزهه الخميري اخصائيه نفسانيه، ومره اخرى كنقول الحمد لله على السلامه وتوحشناك بزاف بزاف، وشكرا جزيلا لك على المشاركه الطيبه اللي لختيك. ايضا كنبغي نشكر لاله فاطمه الزهراء حليم، هي فاعله جمعويه ورئيسه هيئه حمايه المال العام بالمنظمه الوطنيه لحقوق الانسان. شكرا جزيلا لك على المشاركه الطيبه، الله يكبر بيك، وفرصه سعيده وان شاء الله نتلاقاو في فرصه قريبه باذن الله. والحمد لله على سلامتك مره اخرى انت والاسره ديالك. ختاما مستمعينا الكرام، كنبغي نقول بانه الموت هي الحقيقه المطلقه اللي كنرفضوا اننا نتقبلوها، ولكن للاسف كيفما كان الحال هي النتيجة النهائية لنا لواحد المسار اللي غنعيشوه في الحياة، ما بين إنجازات وانكسارات، ما بين نجاحات وإخفاقات، هذا هو الواقع. ولكن خاصنا نفهموا باللي هذه المرحلة اللي دزنا منها مرحلة اللي خاصها تنمي فينا روح أخرى، خاصها تنمي فينا روح التضامن وروح التكافل، خاصها تنمي فينا روح الخير والاعتراف بالجميل، خاصها تنمي فينا قدرات إنسانية أعظم اللي كتنشئ أو لك تفضل الخير وكتحارب الشر. ربما هذه الأمور اللي خاصنا نبنيوها. أما الموت فهي آتية لا محالة بطريقة أو بأخرى، فرصة باش نتمنوا الشفاء العاجل لكل مرضى يا ربي، ونتمنوا الرحمة لكل الناس اللي فقدناهم بسبب هذا الفيروس هذا، ونتمنوا ربي أنه يقدرنا في الأيام اللي جاية على أن نتغلبوا على هذا الفيروس اللعينة. كنبغي نشكر كريم نايتسي رافقنا اليوم في الإخراج والإشراف التقني، شكرا جزيلا لك كريم. شكرا لكم أوفيا الكرام، أعود وألقاكم الأسبوع المقبل، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.